أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنحييكم أيها الأحباب، ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم التعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وقد بدأ الشيخ بالتعليق عليه في الثاني من شهر محرم من عام 1441 بعد الهجرة، وانتهى من هذا التعليق في العاشر من شهر صفر من العام نفسه، وجاء التعليق في 25 شريطا. ويسرنا أيها الأحباب أن نقدم لكم الآن الشريط الأول من هذا التعليق. سمنا. الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب ختم المؤلف رحمه الله به الجامع الصحيح كما ابتدأه بالوحي، لأن الوحي به الابتداء والتحيل به الغاية، ولهذا كان من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة. ولا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لا يتم التوحيد إلا إذا تضمن شيئين: النفي والإثبات. لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. فلا توحيد إلا بإثبات ونفي. وطرق الإثبات والنفي كثيرة، مثل: إنما إلهكم الله، لا إله إلا الله، وإلهكم إله واحد. المهم أن طرق التوحيد أو طرق الإثبات والنفي كثيرة، لكن التوحيد لا يتم إلا بأمرين هما النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي وحده تعطيل وإخلاء، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة. ويتضح هذا بالمثال: فإذا قلت لا قائمة في البيت، هذا نفي، معناه انتفى القيام عن البيت، انتفى القيام عن من في البيت. وإذا قلت زيد قائم، هذا إثبات، ولا يمنع أن يكون غيره قائم أيضا. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد، هذا نفي وإثبات، يتضمن قيام زيد وعدم مشاركة غيره له في ذلك. المثال مرة ثانية: لا قائم في البيت، زيد قائم في البيت، لا قائم في البيت إلا زيد. أيها التوحيد الأخير. ولهذا لا بد فيه من ركنين: النفي والإثبات. وكما سمعتم أن طرق النفي والإثبات كثيرة لا تختص بصيغة معينة، هذا في اللغة العربية. أما في الشرع فتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله بما يختص به علما وعقيدة، إفراد الله تعالى بما يختص به علما وعقيدة، سواء كان ذلك مما يتعلق
بأسمائه وصفاته أو أفعاله أو عبادته. فالذي يختص بالله يجب إفراد الله به، ولا يجوز أن يشرك به معه غيره. وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، ويقال توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، بالخلق والملك والتدبير، بأن تؤمن بأنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله. فإن قال قائل: كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم؟ وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قلنا: الخلق الثابت لله غير الخلق الثابت للمخلوق. الثابت، الخلق الثابت لله هو إيجاد من عدم، وهذا لا يملكه أحد. والخلق الثابت للمخلوق تغيير وتحويل، يحول الشيء من شيء إلى آخر أو يغيره، وليس إيجادا. مثال ذلك هذا الباب الذي أمامنا الآن، من الذي خلقه إيجادا؟ نعم، الله خلقه من الشجر، ولا يملك أحد أن يخلق شجرة حتى يكون منها هذا الباب. لكن خلق النجار لهذا الباب يعتبر تحويلا وتغييرا، أي حول الخشبة التي أنبتها الله عز وجل إلى صورة معينة، فليس بخلق. ثم إن خلق النجار لها كان بقدرته، أي بقدرة النجار وعلمه وإرادته. ومن الذي أودعه العلم والإرادة والقدرة؟ الله عز وجل. فكان خلق الإنسان أو خلق النجار لهذا الباب فرعا عن خلق الله سبحانه وتعالى له، لأن هذا من أفعال، من صفاته، أي من صفات النجار وأخلاقه. والإنسان مخلوق لله عز وجل بذاته وصفاته وأفعاله. فتبين الآن أن كل الخلق يدور على من؟ على الله عز وجل. كذلك الملك، الملك الثابت لله غير الملك الثابت للإنسان. فالإنسان يملك كما قال تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكت أيمانه. لكن ملك الإنسان لله عز وجل، ملك الإنسان للشيء ليس كملك الله للشيء. ملك الله للشيء ملك مطلق شامل عام، يفعل في ملكه ما يشاء. وملك الإنسان للشيء ملك مقيد، ليس تاما ولا شاملا. فالإنسان مثلا يملك كتابه، لكنه لا يملك كتاب غيره، والله عز وجل يملك كل ما في السماوات والأرض. الإنسان يملك الكتاب، ولكنه لا يتصرف في الكتاب كما شاء، لا يتصرف في الكتاب كما شاء، بل تصرفه في الكتاب تصرف مقيد بحدود شرعية. ولهذا لو أراد أن يحرق هذا الكتاب لغير سبب شرعي لمنع منه، ولو كان ملكه تاما لكان يفعل ما يشاء. الإنسان يملك البعير، فهي له، يركبها وينتفع بها
ينحرها ويأكلها، لكنه لا يملك أن يعذبها. لو أراد أن يحفر في ظهرها جرحا لم يمكن من ذلك. والله عز وجل يملك هذا أو لا؟ يملك هذا، يخرج غدة في ظهر البعير تنجرح وتتألم البعير منها وربما تموت. إذا تبين أن الملك الثابت للخالق ليس كالملك الثابت للمخلوق. كذلك في التدبير، الإنسان له تدبير في ملكه، يدبر، يقول لولده افعل كذا ولولد الآخر افعل كذا ويوجه، لكن التدبير المطلق لمن؟ لله وحده. فالله عز وجل يدبر كما يشاء على ما تقتضي حكمته، ولا معقب لحكمه بخلاف الإنسان. وبهذا تبين انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، والثاني الملك، والثالث التدبير. توحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية في الحقيقة، لكن نص العلماء عليه لوجود الخلاف فيه بين أهل القبلة. من أهل القبلة؟ أي المسلمين. فلذلك جعلوه قسما مستقلا، وإلا فإنه يتعلق بذات الرب، فهو من تمام الربوبية. لكن نظرا إلى أن أهل الملة، أعني الأمة التي تستقبل القبلة الواحدة، اختلفوا فيه جعلوه قسما مستقلا بذاته. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بحيث نثبتها له إثباتا بلا تعطيل وتنزيها، نعم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، أي نثبتها لله على وجه لا يماثل ما للمخلوقين من ذلك. مثال اليد، لله عز وجل يد وللمخلوق يد، لكن يجب أن نوحد الله بيده بحيث نثبت له يدا لا تماثل أيدي المخلوق. لأنك لو جعلت يد المخلوق مثل يد الله أو يد الله مثل يد المخلوق كنت بذلك مشركا. فتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل لها بما للمخلوق من ذلك. فقد يسمى الإنسان العزيز كما قال تعالى: وقالت امرأة العزيز، والله تعالى سمى نفسه بالعزيز. لكن هل العزيز الذي سمي به البشر كالعزيز الذي سمي به الله؟ الجواب لا، يختلف اختلافا كبيرا. فالمخلوق قد يسمى بالعزيز ولا عزة له، أما الخالق فإنه سمي بالعزيز لكمال عزته. وقد يسمى المخلوق بصالح وليس فيه صلاح، ويسمى خالدا وهو يموت. لكن أسماء الله مشتملة على معانيها التامة، فبذلك حصل الفرق بين ما يثبت لله من الأسماء وما يثبت ليش للمخلوق. وكذلك نقول في الصفات، وهذا هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته. القسم الثالث توحيد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يعبد غير الله أيا كان ذلك المعبود، سواء كان ملكا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو سلطانا أو أما أو أبا أو غير ذلك. لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وذكر العلماء ذلك قسما برأسه،
لأنه وقع فيه خلاف بين المؤمنين بين المسلمين وبين المشركين. توحيد الربوبية لم يقع فيه خلاف بين المسلمين والمشركين. توحيد الألوهية والعبادة وقع فيه خلاف بين من؟ المسلمين والمشركين. توحيد الأسماء والصفات وقع الخلاف فيه بين المسلمين بين المسلمين، فصارت الآن هذه الأقسام ثلاث أقسام من حيث اتفاق الناس عليها. ولا يرد على هذا التقسيم أن من الناس من أنكر وجود الخالق، لأن من أنكر وجود الخالق قد عطل تعطيلا نهائيا والكلام مع من أثبت الخالق، مع من أثبت الخالق. أما من أنكره فلا كلام معه، لأنه لا يثبت الرب ولا غير الرب، مثل الشيوعية الدهرية غيرهم كثيرون. طيب، إذن هل وقع الخلاف بين المسلمين والمشركين في توحيد الربوبية؟ لا، لأن الله صرح في آيات كثيرة أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، أليس كذلك؟ سيقول الله هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش؟ فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يقرون تماما بتوحيد الربوبية، لكن لا، نعم، توحيد الألوهية هل يتفق المسلمون والمشركون عليه؟ لا، لأن المشركين يشركون بالله في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره، اللات، العزى، منات، هبل وغيرها من أصنام كثيرة المعينة بعينها وغير المعينة. يعني المشركون لهم أصنام معينة بعينها كاللات والعزى ومنات وما أشبه، لهم أصنام غير معينة من سفههم أن الإنسان إذا نزل أرضا اختار أربعة أحجار، ثلاثة منها يجعلها للقدر، والأحسن منها يجعله إلها يعبده. سفه عجيب. طيب، الأسماء والصفات النزاع فيه بين من؟ بين المسلمين الذين يستقبلون قبلة واحدة، فيه النزاع. هذه الأقسام، هذه التوحيد التي ذكر العلم قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ هو التتبع والاستقراء، أي أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا ما حصل من أنواع الشرك فواجبوا يدور على هذه الأقسام الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله فيه نسخة عندي فيه نسخة، يعني والرد على الجهمية أتباع الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان ليس هو رأس الأمر في التعطيل، بل رأس الأمر في التعطيل شيخه الجعد بن درهم. لكن الجهم كان فصيحا بليغا نشيطا، فحرك هذه الدعوة، دعوة التعطيل، ونشرها وناظر عليها وجادل فيها، فنسب المذهب إليه، وإن كان المذهب في الأصل من الجعد بن درهم. وأول هذا المذهب الخبيث مبني على شيئين،
إنكار المحبة وإنكار الكلام لله. قالوا الله لا يحب ولا يتكلم، لا يحب ولا يتكلم، وهذا هدم للدين كله. إذا كان لا يحب صار المؤمن والكافر عند الله سواء، إذا كان لا يتكلم صارت الشرائع والخلق سواء، يعني أن حكمه الكوني وحكمه الشرعي سواء، وهذا تعطيل واضح. وعلى هذا فنقول الجعد بن درهم زعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، قال هذا إنكار تأويل لا إنكار جحد، لأنه لو كان يريد إنكار الجحد لأعلن على نفسه بالكفر، إذ أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فهو كافر، لكنه أنكره إنكار إيش؟ تأويل. قال إن الله يتكلم وإن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لكن ليس على المعنى الذي تريدون، اتخذه خليلا من الخلة بالكسر، وهي الاحتياج والفقر، وليست من الخلة التي هي المحبة أو أعلى أنواع المحبة. ولم يكلم موسى تكليما بمعنى الكلام الذي يسمع، لكن كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. مش الكلام هذا، جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلمة في اللغة بمعنى الجرح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فمعنى كلمه يعني جرحه، وهذا على سبيل الاستعارة على كلامه الاستعارة، كأن الحكمة وحش لها أظفار جرح الله بها من؟ موسى. ولا شك أن هذا كلام منكر عظيم، لكن من طبع على قلبه فإنه لا يرى باطل باطلا والعياذ بالله. ويقال إنه لما خرج خالد بن عبد الله القصري ذات عيد في من أعياد الأضحى، وكان قد حبس الجعد بن درهم، خرج به موثوقا وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فذبحه. وإحنا نسأل عقيل هل تجزي هذه الأضحية أو لا تجزي؟ ها تجزي عن كم؟ ها أيه. يقول ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ونحن نشكره أن ضحى بهذا الرجل الذي هو رأس البدعة
هذه البدعة العظيمة. فالبخاري رحمه الله قال التوحيد والرد على الجهمية، ويفهم من هذا الكلام أن الجهمية في رأي البخاري رحمه الله ليسوا من أهل التوحيد، لأن قال التوحيد والرد على الجهمية. وقد صرح كثير من العلماء بكفر الجهمية وأنهم كفار، وبعضهم فصل وقال المجتهد كافر والمقلد العامي ليس بكافر، وبعضهم زاد قيدا في المجتهد وقال المجتهد الداعية إلى بدعة كافر، وغير الداعية الذي يكون تكون بدعته على نفسه ليس بكافر. وهذه المسألة عن تكفير الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم تحتاج إلى نظر، إلى نظر عميق، وفي كل قضية بعينها، لأن الإطلاق إطلاق الكفر قد يدخل فيه من ليس بكافر، ونفي الكفر قد يخرج منه من هو كافر، والكفر حكم من أحكام الله لا يجوز لنا أن نطلقه على أحد إلا إذا علمنا أنه يستحق هذا الوصف، كما أن التحليل والتحريم من أحكام الله فلا يجوز أن نطلق على شيء أنه حرام أو حلال إلا وعندنا فيه من الله برهان. بل الكفر أعظم، لأن الكفر فوق الحرام فوق الكبائر. ثم قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. دعاء النبي أمته إلى توحيد الله، الظاهر أن ألف في قوله النبي للعهد الذهني وليست العموم بدليل سياق الأحاديث، ويصح أن نجعلها للعموم أي دعاء كل نبي أمته إلى توحيد الله. وإذا جعلناها للعموم فإن دليل ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا لتحقيق هذا التوحيد، نسأل الله أن يحققه لنا ولكم. تحقيق هذا التوحيد مهم جدا، عبادة الله وحده وإخلاص العبادة له أمر عظيم جدا، وليس بالسهل وليس باليسير. ولهذا قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. النفس تحتاج إلى جهاد في تحقيق هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، بل من أجله خلق الجن والإنس، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الرسل دعوا أمتهم إلى أممهم إلى التوحيد، كل الرسل وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة بالقول وبالفعل. فمن ذلك ما قال البخاري يقرأ حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه
يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة 10 من الهجرة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري، لكن بعث كل واحد منهما إلى ناحية، ولهذا وردت ألفاظ حديث ابن عباس في بعث معاذ على وجهين: الوجه الأول بعث معاذا إلى اليمن، والوجه الثاني بعث معاذا نحو اليمن أي جهة اليمن، والثاني أقرب إلى الواقع أي نحو اليمن أقرب إلى الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى جهة وبعث أبا موسى إلى جهة أخرى. ولا يمتنع أن يكون اللفظ الذي فيه إلى اليمن يراد به الخصوص وإن كان للعموم، ومعلوم أن معاذا لم يتجول في كل اليمن. وشاهد من هذا الحديث قوله: فليكن أول ما تدعوهم أنت أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. كلمة يوحد الله مطابقة للترجمة تماما، وفي لفظ آخر في الحديث نفسه: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثاني لأن فيه زيادة، وهو قوله: وأن محمدا رسول الله، لأن أهل الكتاب لا يؤمنون بأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق، فيكون هذا اللفظ هو المعتبر وهو المأخوذ به، لأنه أوفى وأكثر فائدة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث معاذا إلا مرة واحدة، ولم يصيه بما أوصاه به إلا مرة واحدة، وعلى هذا فينبغي أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها وأكثرها. وهكذا ينبغي في كل حديث اختلفت ألفاظه ونحن نعلم أنه لم يقع إلا مرة واحدة، فإنه يجب علينا أن نأخذ أوفاها وأتمها سياقا، لأن الوافية التام السياق يدل على أن راويه قد ضبطه وأحاط به. على كل حال، إلى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي الحديث دليل على أن أهل الكتاب لم يوحدوا الله عز وجل، وهو كذلك، فإن اليهود يقولون عزين بن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهم لم يوحدوا الله عز وجل إلى السنة 10 وهم لم يوحدوا الله. وبهذا نعرف أن قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل نساء أهل الكتاب، ثابت ولو كانوا يقولون بالشرك. وفي الحديث دليل على رد قول من يقول إن أول واجب على الإنسان المعرفة قبل أن يعتقد، أي أننا ندعو الناس أولا إلى أن يعرفوا ويتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدون. وأفسد منه
قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك، أن يشك أولا ثم ينظر في الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك، وهذا القول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل قول سمعته، لأن الذي يلقي نفسه في الطين ليتعود كيف يخرج من الطين، هل يأمن أن يركس في الطين أو لا يأمن؟ لا يأمن. ربما يقول لهذا القائل للرجل قلنا شك أولا ثم يشك وبعدين ها؟ ما يستطيع يصل إلى اليقين، يبقى شاكا. فنسأل الله العافية من هذه الأقوال. وسبب هذه الأقوال هو انحراف الفطرة والطبيعة عند هؤلاء، فيظنون أن الناس مثلهم، والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة. لا يحتاج أن نقول انظروا من خلق السماوات والأرض، لأن هذا أمر معلوم فطريا، بل نقول وحدوا من خلق السماوات والأرض واعبدوه وحده. نعم، لو احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نخبره، مثل أن يكون شخص نشأ في بلاد شيوعية لا يعرفون ربا ولا إلها وإنما هم كالأنعام، فهؤلاء قد نحتاج إلى أن نعرفهم بالله أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيا. لكن مثل أهل الكتاب يحتاجون إلى تعريف الله أو لا يحتاجون؟ لا يحتاجون، لأنهم عندهم علم بالله، يعرفون الله عز وجل، بل يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم. فصار أول ما ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل المعرفة، لأن هذا أمر فطري، إلا إذا كان إنسان منغمسا في قوم أفسد فطرته، فحينئذ نعرفه بالله أولا ثم ندعوه إلى توحيد الله. أما القول بأن الواجب الشك أولا ثم المعرفة ثانيا ثم العقيدة ثالثا، فهذا قول من أبطل أقوال، بل هو أبطل قول سمعته. طيب، وفي الحديث قوله فإذا عرفوا ذلك، عرفوا ذلك، استدل بعض الناس أن أول شيء هو المعرفة لقوله فإذا عرفوا ذلك، لكن ذكرنا لكم آنفا أن الحديث روي بألفاظ متعددة، وأوفى هذه الألفاظ هو قوله اللفظ الثاني فإن أطاعوك لذلك، هذا اللفظ الذي سيق فيه الحديث سياقا تاما. وعلى هذا فيكون هذا الحديث، هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا، منقولا بالمعنى، على أن قوله إذا عرفوا ذلك لا يتعين أن يكون المراد به إذا عرفوا الله، بل المراد إذا عرفوا ذلك أي عرفوا أن الله إله واحد، أي عرفوا التوحيد وأقروا به وانقادوا له، فأخبرهم أن الله افترض عليهم إلى آخره، وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه معروف وقد سبق. وفي قوله في الحديث زكاة في أموالهم، في أموالهم، تدل هذه اللفظة تدل على أن الزكاة واجبة في المال، وهو كذلك. ولهذا لا يشترط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال مكلفا أي بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وقوله من غنيهم فترد على فقيرهم، المراد بالغني هنا من يملك نصابا زكويا، هذا الغني من يملك نصابا زكويا. أما من يملك العقار
ولو كثر فإنه ليس غنيا بالنسبة لوجوب الزكاة عليه، لأن العقارات على القول الراجح لا تجب فيها الزكاة. وفي الحديث أيضا على فقيرهم دليل على أن الصدقة توزع على مستحقيها توزيع أفراد لا توزيع جميع، فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لبيان جنس المستحقين، وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف بالزكاة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله مع وجود هذا النص، فقال بعضهم لا بد أن نقسم الزكاة 8 أقسام لكل واحد من أصناف 8 قسم، وقال آخرون زيادة على ذلك بل ما جاء بلفظ الجمع من هذه الأصناف وجب أن نعطي 3 منهم، وعلى هذا فيكون الواجب أن نعطي 3 فقراء و3 مساكين و3 عامين عليها و3 غارمين، نعم، و3 رقاب، إيش بعد؟ و3 مؤلف قلوبه في سبيل الله، وابن السبيل هذه مفردة تصدق بالواحد، ولكن القول الراجح أن المراد بيان المستحقين لا وجوب الصرف في الجميع، بدليل هذا الحديث في قرائن. والحديث له فوائد سبق الكلام عليه، لكن الذي يختص بهذا الباب قوله إلى أن يوحد الله. نعم. 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 صحيح. يعني لو قال قائل إن الخطاب لا يوجه إلى المكلف أصلاً، لو قال قائل لكان هذا وجه قوي، لكنه لما قال في أموالهم وقال في الآية خذ من أموالهم صدقة دل على أن الزكاة مركزة في المال. نعم. إيش الرافع؟ التأويل الرافع للكفر هو أن يكون للتأويل مساق في اللغة العربية، أما إذا كان لا وجه له فلا فتأويله مثل الجحود. نعم. المعطل ينقسمون إلى أقسام، المعطل ينقسمون إلى أقسام. من يؤول مثل الرحمة ما يكفر هذا، من يؤول الرحمة بأن المراد الإحسان أو إرادة الإحسان فإنه لا يكفر. أولا إن الله سمى المخلوق رحمة في قوله في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وسمى المطر رحمة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف في الأرض بعد موتها مع أنها شيء مخلوق. فالمهم أن التأويل إذا كان له مساق في اللغة العربية فإن صاحبه لا يكفر. أليس هذا تكذيب؟ نعم. أليس هذا تكذيب؟ لا، ما هو تكذيب ما دام اللفظ يحتمله في اللغة العربية والقرآن نزل باللغة العربية ما يكون تكذيب. لكن لو قال إن الله لم يستوى على العرش، لم يستوى على العرش، هذا تكذيب. فإذا قال استوى ولكن بمعنى استولى ننظر أيضا هل له مساق في اللغة العربية أو لا. هذا قال السؤال، هذا القائد. نعم. يعني يرفع صاحبه. إيش؟ يعني أي تأويل سائق في اللغة؟ أي تأويل سائق في اللغة فإنه لا لا فإن من سلكه لا يؤدي إلى الكفر، والذي لا مساغ له كفر. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من غنيه فترد على فقيره. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث لأن الصدقات
أو الزكاة التي تؤخذ من أهلها هذا البلد لا ينبغي أن تخرج إلى غير هذا البلد من المسلمين. قوله فترد تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أخذ العلماء بعضهم من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه الأغنياء إلى بلد آخر، لأن قول غني كما هو خاص بأغنياء أهل اليمن، فقيرهم هو أيضا خاص بفقراء أهل اليمن. ووجه ذلك أيضا من حيث المعنى أنه إذا نقلت الزكاة من بلد الغني إلى بلد آخر صار في هذا إيغار لصدور الفقراء الذين في البلد وكرهوا الأغنياء، وربما صار ذلك فتحا للعدوان على الأغنياء وأخذ أموالهم، فيكون في هذا فتنة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحرم نقل الزكاة إلى خارج البلد، لكنهم قيدوها بمسافة القصر إلا إذا لم يكن في البلد مستحق فتصرف في بلد آخر. سليم إيش؟ نعم نعم نعم. أي نعم، لا هو الذي يدعي أن جبريل خان وأنه مرسل إلى علي بن أبي طالب لكنه خان الأمانة وأدها إلى محمد، لا شك في كفر، لا شك أنه كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وكذلك الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم فإنه لا شك في كفره، لأن هذا يقتضي أنه إذا كان الصحابة كفارا كان القرآن مشكوكا فيه، لأن القرآن جاءنا من قبلهم، وكانت السنة أيضا مشكوكا فيها لأنها جاءت من قبلهم. نعم ثلاثة حد نعم أربعة الآن نعم كيف يعني نجل هذا خاص بالتوحيد؟ طيب إذا اتفقتم عليه فلا بأس. تطول يا شيخ ها؟ عجيب. طيب خير يا شيخ، يلا سمج اطلع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هنا الحديث مختصر، البخاري رحمه الله اختصر سياقه لأن المقصود هو الشاهد من الحديث، وهو قوله لما سأله ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئين: العبادة وعدم الشرك. فلا بد من عبادة، لا بد من عمل، وكلمة يعبدوه يعني عبادة تامة لا تقتضي مخالفة تستحق العقاب. ولهذا قال أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. متى لا يعذبهم؟ إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا فإن الله لا يعذبهم، لأنهم قاموا بحق الله
والله عز وجل أكرم منهم، فإذا قاموا بحقه قام بحقهم. فإذا قال قائل كيف يكون للعباد حق على الله وهم مربوبون؟ فالجواب أن الله هو الذي أوجب الحق على نفسه، والممنوع أن نوجب نحن حقا على الله. أما إذا أوجب الله على نفسه حقا لنا فهذا من فضله وكرمه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والفضل للمنان. فبين رحمه الله أنه ليس لنا على ربنا حق نوجبه نحن بأنفسنا، بل هو الذي أوجب الحق على نفسه وله أن يفعل ما شاء. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب على نفسه، أوجب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كيف؟ إيش؟ إنكار الكلام إنكار الشرائع، لأن الوحي الشرع إنما ثبت بالوحي، والوحي كلام، الوحي كلام، فإذا أنكر الكلام أنكر الوحي. خالد المهالج نعم لا أبدا ولا له أساس ولا شيء. لا، إذا قال كلم الله موسى تكليما، فالقاعدة في اللغة العربية أن الفعل إذا أكد بالمصدر انتفى المجاز عنه، يعني حتى القائلين بوجود المجاز في اللغة العربية يقولون إن التأكيد ينفي احتمال المجاز، والآية مؤكدة كلم الله موسى تكليما، فلا وجه لما ادعاه. ثم الآيات طافحة في إثبات المحبة لله عز وجل: إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين. نعم نعم. لا، هذا غلو. الذين يقولون إن العالم إذا أخطأ في مسألة من مسائل الأسماء والصفات فإنه يرد كل ما قال، هذا غلط، هذا غلو. والواجب أن نقبل الحق وأن نسأل الله أن يعفو عنهم فيما أخطأوا به لأنهم بشر. للقرطبي رحمه الله كلام جيد نقله ابن حجر في فتح في صفحة 345 في الباب الذي نحن فيه، كلام جيد جدا، يعني لو ينقل هذا، لو تكتبونه وتنقلونه في دفتر يكون مرجع، لأنه كلام من أحسن كلام. نعم. لا حق للمخلوق على الله تعالى بكل حال، ولكن يعلم ما يفعله الله عز وجل بخلق مخلوقه بما جاء من وعده بكتابه ومن خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا علمنا أن الله أوجب على نفسه هذا، كوننا لا نوجب شيئا أوجبه الله على نفسه هذا غلط. هل نحن ننفي إيجاب ما أوجب الله على نفسه تكذيبا؟ لا يمكن. تحريفا؟ لا يمكن أيضا. فعلى كل حال نحن نقول إن الله تعالى أوجب على نفسه أن من قام بعبادته بلا شرك
فإنه لا يعذبه، وهذا من فضله وإحسانه ورحمته. نعم ثلاثة. طيب في حديث حسن الحال في حديث نعم كيف إيش في أي حديث حسن صفحة 345 تختلف النسخ. لا الطبعة طبعة اللي عليها تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لتعدل ثلث القرآن وأقسم على ذلك. قال أهل العلم وإنما كانت تعدل ثلث القرآن لأن القرآن ثلاثة مواضيع: أحكام وأخبار عن الله وأخبار عن مخلوقات الله، كل القرآن يدور على هذه المعاني الثلاثة. فالأحكام تتعلق بأعمال العباد، والأخبار عن مخلوقات الله أيضا يتعلق بما أخبر الله به عنه، والأخبار عن الله تضمنته سورة الإخلاص ففيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية في قوله الله، والربوبية والأسماء والصفات في قوله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. وفي الحديث من المسائل الفقهية جواز ترديد السورة أو الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم ينكره. فإذا كرر الإنسان الآية أو السورة فإنه لا بأس. وكثيرا ما تعجب الإنسان آية من كتاب الله إما لمعناها أو للفظها أو ما أشبه ذلك فيرددها، فنقول هذا لا بأس به حتى لو كرر، لكن تكريرها بعدد معين يعتاده الإنسان هذا يحتاج إلى توقيف. فمثلا لو أراد الإنسان يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة وجعل نفسه ورد جعل لنفسه وردا يقرأها كل يوم 100 مرة ماذا نقول؟ إيش؟ بدعة. لكن لو كان يقرأها بدون عدد معين كلما فرغ قرأها قلنا هذا ليس ببدعة وليس بحرام ولا بمكروه، والله أعلم. سبق لنا في الدرس الماضي أن أقسام التوحيد ثلاثة، ما هي؟ طيب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هو الدليل على انحصارها في هذا؟ نعم. لا، عن انحصارها في هذه الأقسام الثلاثة. نعم. تتبعوا واستقروا الأدلة. نعم تمام. ما هو الذي اتفق المشركون والمسلمون عليه من هذه الأقسام؟
توحيد الربوبية. ما هو الدليل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية؟ نعم هي أنت ها؟ ما حضرت آدم؟ لا يقولون الله. طيب ما هو الذي اختلف فيه المشركون والمسلمون من هذه الأقسام؟ الشرافي. نعم الدليل على مخالفة المشركين للمسلمين. اي نعم وغير. عمر أجعل الآلهة إلها واحدة الله عز وجل على المشركين قال وجعل الآلهة إلها واحدة. نعم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طيب ما هو الذي اختلف فيه المسلمون من هذه الأقسام؟ صالح توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات تمام أحسنت. اختلاف المسلمين في هذا القسم ذكره شيخ الإسلام أنه على ستة أنحاء. ذكر شيخ الإسلام أنه على ستة أنحاء والبارحة لم نذكره. هل منكم أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال؟ ستة أقسام. يقول إن انقسموا ستة أقسام. القسم الأول من أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله فقالوا إننا نثبت ما أثبته الله نفسه من غير تمثيل ولا تكييف. والثاني من أجروا النصوص على ظاهرها وجعلوا ظاهرها من جنس صفة المخلوقين. والثالث من صرفوها على خلاف ظاهرها، من حملوها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني هم عينوها بأنفسهم فقالوا مثلا معنى استوى استولى. والرابع من خالفوا ظاهرها لكن قالوا الله أعلم بما أراد، لم يثبت الظاهر ولم يثبت معنى خالف الظاهر بل قالوا الله أعلم بما أراد. ومنهم الخامس من قال يجوز أن يكون المراد بها إثبات صفة تليق بالله أو أن لا يكون المراد ذلك. والسادس من أعرضوا عن هذا كله واقتصروا على قراءة القرآن والحديث ولم يثبتوا معنى ظاهرا ولا معنى مؤولا ولا يجوزون شيئا. هذه ستة أقسام ذكرها رحمه الله في الفتوى الحموية. القسم الأول الذين أثبتوها على ظاهرها اللائق بالله هم السلف أهل السنة والجماعة. والقسم الثاني الذين أجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين هم الممثلة. والقسم الثالث الذين صرفوها عن ظاهرها وأحدثوا لها معنى بأنفسهم هؤلاء أهل التحريف المؤولة مثل الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم. والقسم الرابع الذين قالوا يجوز أن يكون كذا وأن لا يكون كذا لكن نعم صرفوا على خلاف ظاهرها لكن قالوا إننا نعلم أن الله تعالى لم يرد صفة. هؤلاء قوم من المتكلمين ولم يعينهم الشيخ. والخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد كذا أو أن لا يكون المراد كذا وهم أيضا قوم من المتفقهة ولم يعينهم. والخامس السادس الذين قالوا لا تكلموننا في شيء عن هذا، نقرأ القرآن والحديث ولا ندري ما المراد ولا ندري هل أراد الله الظاهر
أو خلاف الظاهر، لا نتعدى أن نقرأ القرآن لفظا والأحاديث في باب الصلاة لفظا ولا نتكلم بشيء. هؤلاء أيضا ما عينه الشيخ رحمه الله. لكن الواقع أنهم أن الأصول في هذه ثلاثة: الممثلة والمعطلة والسلف. هذه هي الأقوال المشهورة في باب الأسماء والصفات، وهي الأصول. طيب، أوردنا إشكالا على توحيد الربوبية يا خالد، على انفراد الله بالخلق. يعني هل ينسب الخلق إلى المخلوقين؟ يعني يقال فلان خالق؟ نعم ينسب. نعم. على سبيل التغيير والتحليل، وليس على سبيل الإيجاد. لكنه ليس كالخلق المضاف إلى الله. نعم. لأن هذا لأن خلق الله خلق إيجاد، وتبديل وتغيير. خلق الآدمي مجرد تبديل وتغيير وتحويل، ولكن الخالق المنشئ هو الله عز وجل. طيب، وأوردنا إشكالا على الملك. أنت أي نعم 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 أنه ملك محدود ومقيد بحسب ما تقتضيه الشريعة. تمام. طيب، وأوردنا كذلك على التدبير. نعم، بعكس المخلوق، فإن تدبيره أيضا مقيد بحسب ما تقتضيه الشريعة. ذكرنا حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن. علي، اللفظ الذي ساقه البخاري في هذا الباب ما هو؟ الذي ساقه في هذا الباب لا اقرأه من دماغك. ثم علم ان الله افترض عليهم ليكون اول ما فرضهم. ايش في روايه روايتين هو في عده روايات اللي ساق المؤلف في هذا الباب الى ان يوحد الله لانه في باب التوحيد. طيب، في لفظ هذا السياق اللي ذكر المؤلف، فإنهم عبد الله عازم اللفظ الذي ذكر في بعض الفاظ الحديث فإنهم أطاعوك لذلك. وهنا وش قال اللفظ الذي ساق البخاري؟ إذا عرفوا ذلك. ما المراد بالمعرفة؟ هل هي المعرفة التي قال عنها المتكلمون؟ ليس كذلك. نعم، يعني إن عرفوا ما تأمرهم به. طيب، كيف يكون للعباد حق على الله والله تعالى هو الذي يوجب على الخلق؟ نعم، الأخ اللي وراء. أي نعم، ولله أن يوجب على نفسه ما شاء. تمام. طيب، أما نحن لا نوجب على الله شيئا. يلا بن داود، توحيد الأسماء والصفات ما معناه؟ لكن كيف يكون توحيد؟ لا بد فيه من إثبات ونفي. ليس كمثله شيء، إذن نفي المماثلة وإثبات الكمال.
ناخذ الدرس الجديد الان في سوره قل هو الله احد، قال انها تعدل ثلث القران بندر، كيف كان ذلك؟ هي السورة هذه، لأن القرآن يشتمل على نعم نعم على الأخبار عن الله عز وجل، صح. هل تضمنت سورة قل هو الله أحد جميع أنواع التوحيد؟ كيف؟ في قوله قل هو الله توحيد ايش؟ الربوبية طيب سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. حدثنا محمد ليس موجود. نعم محمد قال حدثنا أحمد بن صالح. كيف؟ حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح. لا عندنا حدثنا أحمد بن صالح. لا عندنا. الشرح ما ذكره؟ إلا تكلم. يقول محمد. ها؟ في بعض النسخ. طيب أما حطوها ما دام موجودة في الشرح تثبت. أنا ما عندي فيها ما أشار إلى النسخ مختلفة. نعم يعني هذا الراوي عن البخاري في احتمال، لكن ما دام النسخه موجوده اصل لو يقرا كيف ولو يقرا لان في كلام واضح في الشرح. لا هو في احتمال ان الراوي عن البخاري قال حدثنا محمد، لكن هذا خلاف العاده. العاده اذا قال ابو عبد الله يذكر بكنيته وهي عندنا أصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد من هذا الحديث هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، وقول يختم بقل هو الله أحد يحتمل أن يكون يختم قراءة كل ركعة أو أنه يختم قراءة الصلاة عموما، فعلى الاحتمال الأول إذا كانت الصلاة رباعية يكون يقرأ قل هو الله أحد 4 مرات، وعلى الاحتمال الثاني يقرأها مرة واحدة. وقد استدل به الفقهاء على جواز جمع سورتين في ركعة واحدة، وقوله لأنها صفة الرحمن هذا هو الشاهد، لأنها أي قل هو الله أحد صفة الرحمن، ولا يريد أنها كلام الله فهي صفته، لأن هذا الوصف لا يختص بقل هو الله أحد بل هو شامل للقرآن كله، ولكن مراده لأنها تشتمل على صفة الرحمن، فإن جميع صفات الله عز وجل تتضمنها هذه السورة وتشتمل عليها. وفي هذا الحديث إثبات الصفة لله كما هو
كما جرى على ذلك علماء السلف أن لله أسماء وصفات. وأنكر ابن حزم الظاهري ذكر الصفة وقال إن ذكر الصفة مما أحدثه المتكلمون، ولكن قوله مردود بالقرآن وبالسنة. أما القرآن فإن الله تعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنفي ما وصفه به المشركون عن نفسه أو تنزيه نفسه عما وصفه المشركون يدل على ثبوت صفة الكمال له، وهو كذلك. وأما الحديث فظاهر لأنها صفة الرحمن، فأثبت للرحمن صفة. ومن المعلوم أن ابن حزم لم يحتج لقوله إلا أن الصفة لا تقوم إلا بجسم، والجسم ممتنع على الله. ونحن نتكلم عن الجسم الآن والحيز والجهة وما أشبه ذلك من العبارات التي توصل أهل التعطيل بها أي بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فقالوا لا نصف الله بصفة لأن هذا يقتضي أن يكون جسما، والجسم محدث، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. فنقول لهم إن كان يلزم من إثبات الصفة أن يكون الله جسما فهذا لازم من كتاب الله وسنة رسوله، وكتاب الله وسنة رسوله حق، واللازم من الحق حق. وإن كان لا يلزم فقد حصل الانفكاك عما ألزمنا به. ثم نقول له ما هو الجسم، نقول له ولغيره حتى الأشاعرة أيضا ينكرون الصفات بناء على هذا، نقول ما هو الجسم الذي تريدون أن تنفوه عن الله؟ هل مرادكم بذلك الجسم المركب الذي يفتقر بعضه إلى بعض ويتجزأ، أم مرادكم بذلك الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات الفاعل لما يريد الذي يجيء ويأتي ويأخذ ويقبض ويبسط؟ إن أردتم الأول فنحن نوافقكم على أن الله لا يوصف بالجسم بهذا المعنى، وإن أردتم الثاني فنحن نصف الله به وسموه ما شئتم، سموه جسما أو غير جسم. نحن نصف الله بأنه عز وجل قائم بنفسه متصف بالصفات اللائقة به، يجيء وينزل ويستوي ويأخذ ويقبض ويبسط ويتكلم، نقول بذلك. ولا يمكن أن ننكر هذا لأن إنكار هذا هو التعطيل المحض. ثم نقول لهم أنتم تقولون إنه لا يتصف بالصفات إلا الجسم، وهذا خطأ مخالف للواقع، فإنه يوصف بالصفات ما ليس بجسم. فاللغة العربية مملوءة من وصف الأزمان بالصفات، فيقال مثلا هذا ليل طويل وهذا نهار قصير. وهل الليل والنهار أجسام؟ عجيب، لا. ويقال حر شديد وبرد شديد، والحر والبرد ليس بجسم. فدعواكم أن الصفات لا تقوم إلا بجسم دعوى باطلة تكذبها اللغة ويكذبها الحس. وبناء على ذلك يتبين أن نفي الجسمية عن الله عز وجل خطأ، وأن إثباتها كذلك خطأ،
هذا من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فإن أريد بها معنى لا يليق بالله وجب نفيها، وإن أريد بها معنى يليق بالله فهي حق، لكن لا تطلق لفظا على الله، لا تطلق إثباتا ولا نفيا، لأنه لم يرد إثباتها ولا نفيها. والعجب أن هؤلاء القوم الذين اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على نفي الجسمية قالوا إن الله لا يحزن لأنه لو حزن لكان جسما، إذ أن الحزن صفة والصفة لا تقوم إلا بجسم. فانظر كيف أدى بهم هذا الخطأ إلى هذا الخطأ الفادح. أيما أعظم، أن نصف الله بالحزن والعجز والتعب وما أشبه ذلك، أو أن نصفه بأنه جسم؟ الأول. فذهبوا ينفون الأوضح في الفساد بناء على ما هو أخفى، فعكسوا القضية، لأن القضية أن يستدل بالأوضح على الأخفى، أما هؤلاء استدلوا بإيش؟ بما هو أخفى على ما هو أوضح. فنقول لهم هذا الكلام من أبطل ما يكون. أولا، أنتم إذا قلتم إننا لو أثبتنا الحزن لله لازم أن يكون جسما، لمن أثبت الحزن أن يقول أنا أثبت الحزن ولا أقول إنه جسم، كما قال السلف نحن نثبت القدرة ولا نقول إنه جسم، يمكن نقول هكذا. ثم نقول كلامكم هذا يؤدي إلى أن يكون الرد على السلف والرد على المعطلة بطريق واحد، وهو إثبات الجسمية إن ثبت الحزن، أو إثبات الجسمية إن ثبت القدرة مثلا. عرفتم؟ على كل حال، هذا وجهة نظر ابن حزم في إنكار الصفة، وقال إن الله ليس له صفة ولا يجوز أن يثبت له صفة، لأن ذلك يستلزم أن يكون جسما، إذ أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام. ولا يخفى علينا أن هذا استعمال للقياس، وهو ينكر القياس في الأحكام العملية ويأتي به في الأحكام العقدية. سبحان الله. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث إثبات الصفة لله عز وجل. ومن فوائدها ومما يتعلق بهذا الحديث في مسألة التوحيد والعقيدة إثبات المحبة لله، لقوله أخبروه أن الله يحبه، وهذه المحبة محبة حقيقة، محبة حقيقة يجب أن نؤمن بأن الله يحب، أن نؤمن بأن الله يحب، لأن القرآن مملوء بذلك، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، القرآن مملوء بهذا. وذكر محبة الله لمن علقت محبة الله به أكثر من ذكر محبتنا لله. في القرآن ذكر إضافة المحبة لله عز وجل أكثر من إضافتها للمخلوق، ومع ذلك أنكرها أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم، قالوا إن الله ما يحب، لا ولا يجوز أن نثبت أن الله يحب. لماذا؟ قال لأن المحبة لا تكون إلا بين الشيئين متجانسين، والخالق لا يماثل المخلوق،
فالجواب على هذا سهل، وهو أن قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين غلط وخطأ وليس بصواب. المحبة تكون بين شيئين متجانسين كمحبة الرجل لامرأته مثلا، هذا واضح كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، وتكون أيضا بين الجماد والإنسان، أليس كذلك؟ في الحديث الصحيح أحد نعم جبل يحبنا ونحبه، وأنت بنفسك تحب بعض مالك أكثر من بعض، يكون مثلا عندك قلم ريشته سهلة ولينة ولا تشقق الورق، وقلم آخر ريشته صعبة تشقق الورق، مرة تكون الكتابة غليظة مرة تكون دقيقة، أيهما أحب إليك؟ نعم الأول، تحبه جمال ساعك كل يوم تخبط عليك وتؤذيك وتغرك في الوقت، مرة تقدم ومرة تأخر، وساعة أخرى مضبوطة ولم ترى منها شيئا، أيهما أحب إليك؟ الثاني. حتى البهائم